اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تيفي في برنامجكم نسولو ناس. بعد احداث ارهابيه اللي وقعت في العاصمه الباريزيه زلنا الشارع باش نسولو المغاربه واش يمكن لهذيك الاحداث اللي وقعت في العاصمه باريس توقع في المغرب. نمشيو نشوفوا شنو كانت الاجابه. هذاك الشيء اللي وقع في فرنسا ما يوقعش حنا عندنا هنايا. علاش؟ لان حنايا بلادنا فيها الامن، فيها الاستقرار، فيها كل شيء موجود عندنا حنا في البلاد ديالنا. المغرب حنا عندنا الثقه في الامن ديالنا وفهمتي، وتبارك الله زعما دايرين خدمتهم، وداك الشيء ما نظنش ان تقدر توصل شي حاجه للمغرب. سي خيام داير خدمته، ما كاينش زعما ما كاينش اللي كيغلط. شي طرا فرنسا ما يقدرش يوقع عندنا هنا، لان بلاد ما يمكنش لينا يوقع فيها داك الشيء اللي وقع في فرنسا. كاين البوليس، كاين الامن، كاين بزاف الحوايج. بالنسبه لداك الشيء اللي طرا في فرنسا ما يقدرش يوقع في المغرب، لان البلاد ديالنا محميه ديما، كاين الامن. المهم داك الشيء بعيد علينا حنايا، حنا دوله اسلاميه وما كنعترفوش بداك الشيء. انا كنعتقد باللي المغرب بصفه عامه دوله كاين السلم وكاين الامان. هنايا ما نقدرش نديرو شي حيت لازم مغرب ماشي بحال الدول الاخرين. دوك كيكونوا حي الصحابه كيدخلوا كيقتلوا يهود، كيقتلوا ناس بزاف. المغرب بلاد زوين، احسن بلاد في العالم، ما يقدروا يديروا هذا الشيء. هذاك الشيء اللي وقع في فرنسا ما يقدرش يوقع في دوله عربيه، حيت الداعشين يريدون ان يشويوا صوره العرب، وهذا الشيء العرب حنا بريئين منه. ولهذا فهم هذوك الدول الغير العربيه كيبغوا يعطوا واحد الصوره اللي كتشوه العرب صافي، ولكن حنا ان شاء الله حنا الاسلام راه بريء من هذا الشيء. كيفما شفتوا مشاهدي قناه شوف تيفي، فالناس قالوا بان المغرب بلد الامن والامان، وما يمكنش مثل الاحداث اللي وقعت في فرنسا توقع هنا في المغرب. الى اللقاء.